خايفة فوق من الحلم ده. تتصور أنا عمري ما حبيت، مع إني كنت متجوزة 15 سنة، بس أنت طعم تاني. أنا هعوضك عن كل اللي فات. أنت لسه شفتي حاجة؟ خرابي، حد يقول معلمة جبارة يبقى لباس البفتة كبيرة كده. لا إيه الحنان ده؟ لا ايه الحنية دي؟ سعد تاني، ايه حلاوة الروح دي؟ هو كل شوية ايه النفس الحلوة دي؟ يساعدك. ايه الجمال الأصيل ده بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب، عامل ايه بقى؟ عامل ايه؟ مين هيجيلنا دلوقتي؟ مش عارف. طب انزل تحت السرير. لا لا، انت خايف؟ ما تخافش يا عم. اعمل ايه؟ تنزل تحت السرير ده. ايه؟ اعمل ايه؟ انت تقعد على راسي من فوق. الباب الباب الباب، هرجع لك على طول. هو انت خضتني، عايز ايه؟ هيوزع البضاعة في الفجر. وايه يعني؟ بضاعة ساعة، مش عارف فين هو، تلاقيه ملموم على الناس لما زيه دلوقتي. اخرس يا ابن الكلب، سعد فرحة لله دي. احنا بنتعب بقى يا ست جمالات، بنتعب. الله يحرقه هو اللي معاه. اخرس لقطعك لله دي. الراجل شغال بعشر رجالة جمعاتي، من حقه يرتاح. امشي امشي، افرح من هنا. يلا يلا بره. لا يحرقكم. سعودة مش ابن الأرعب. يختي يختي،